إصابة كل سنة للبنات والسيدات في مرض سرطان الثدي. سرطان الثدي بيتم تشخيصه متأخراً للأسف في بعض الدول اللي ما بيكون عندها اهتمام في هالموضوع وما بيكون في توعية لموضوع الفحص المبكر. طبعاً الكشف المبكر، الفحص المبكر هو يعني بيخلي نسبة العلاج من المرض تفوق 90%. لهيك دائماً نشجع ونسمع موضوع التوعية والتشجيع على الفحص المبكر. ما بال المرأة إذا دخلت موضوع أو تفاجأت بأنها مصابة بسرطان الثدي؟ كيف ممكن تتقبل هالموضوع؟ كيف ممكن ما يأثر على نفسيتها وعلى حياتها وعلى البيئة المحيطة فيها؟ الحديث أكثر عن موضوع الدعم النفسي بيسعدنا أكيد يكون معنا الدكتور عمر النعم، اختصاصي إرشادي. سعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. يا مرحبا. يعني إحنا دائما بنحكي عن موضوع أو كنا ماشيين بسلسلة الأزواج، ويمكن هو الزوج أكثر شخص قادر على دعم المرأة نفسيا برحلة علاجها بسرطان الثدي. لكن قبل ما نحكي عن الزوج والبيئة الداعمة كذلك، خلينا نحكي عن نفسية هذه المرأة اللي تفاجأت يعني يمكن ما كان في مقدمات للموضوع، راحت وعملت هالفحص تفاجأت بأنه عندها سرطان الثدي. يمكن الكل بس يسمع كلمة سرطان لحالها بتوقع القلب عند البعض. طب كيف ممكن نبدأ بنفسية هالمرأة وتقبلها للموضوع؟ تماما، تقبل النساء لهذا المرض المفاجئ والخطير وذو السمعة السيئة في بلادنا، يعني نكاد لا نقول أو لا نلفظ كلمة سرطان على أنفسنا على مسامع الآخرين لهذا المرض من وقع سيء. المرأة غالبا في بداية إخبارها بالموضوع تنكر، تقول التحاليل ليست صحيحة وتعيد التحليل مرة واثنين وثلاثة للتأكد. بعد هذه المرحلة طبيعية، مرحلة الإنكار صح؟ طبيعي. كل الصدمات أصلا تبدأ في مرحلة الإنكار. متى حتى الموت كم يعني ممكن تستمر هاي مرحلة الإنكار لحتى تحكي إنها طبيعية؟ غالبا تحسم ب ب ب ب بالتحاليل بهذه الحالة السرطان تحسم في بوجود تحاليل مرة واثنتين وثلاثة. أما أحيانا مثلا في مرحلة الموت، إذا ما كان في جثة، إذا ما كان في عزاء، إذا ما في، فهي المرحلة الإنكار أيام تستمر سنوات. أما بمرحلة السرطان غالبا تنتهي بالتأكد من الفحصات، وجود المرض، تأكد من العوارض المختلفة ومن التحاليل. بعد هذه المرحلة من الإنكار، عندما تتيقن بأن هناك مرض يصيبها، نوع من الغضب، نوع من اليأس، نوع من الحالة الانفعالية الشديدة، ترافق مع غضب من الآخرين، مع بكاء، مع اعتراض أحيانا، حتى يعني على حكم الله أنه ليش الله أنا متأصدني، ليش أنا من غير كل العالم إلى آخره. إذن يمكن هاي المرحلة الأولى أو مرحلة الصدمة خلينا نحكي عند المرأة. طيب ننتقل لموضوع التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. يعني كتير سيدات بتقول أول ما تسمع بالموضوع، أول ما ينتشر الخبر أو تعرف وتعرف عائلتها، أول شيء بتبادر هو الموت. أنا ما بدي أتعالج، ما بدي أدخل بدوامة يسقط شعري، أفقد ثدي لا سمح الله، يعني التبعات اللي المصاحبة لهذا المرض. فبيكون مباشرة تفكيرها إيجابي سلبيا. شو أثر التفكير على نفسية هذه المرأة؟ تماما. ما يحدث لنا جميعا هو طريقة تفكيرنا، يعني طريقة تفكيرنا بالشيء وليس الشيء نفسه. فإما بتكون طريقة تفكير إيجابية وإما بتكون طريقة تفكير سلبية. غالبا يعني على الأغلب تكون في هذه الحالة وبهذا المرض غالبا تكون سلبية، وهنا يأتي دور الأهل، دور الطبيب، دور الجهة المشرفة والمشرفين النفسيين على هذه المريضة، ودور الأهل تحديدا وخاصة الزوج. يأتي دور داعم، دور نقل المريضة من حالة الإنكار وحالة الصدمة الشديدة وحالة الغضب إلى حالة القبول. حالة قبول أنه أمر الله، هذا قدري، هذا القدر، ويجب أن نتعامل مع هذا القدر. وفي حكمة طبعا بإيصال المريض أو المريضة لحالة التقبل، يعني لا تأتي جزافا، يعني يجب أن نتقن فن الحوار، فن الإقناع، يجب أن ندخل إلى عقل وفكر هذه المريضة عن طريق مختلف، يعني النساء مختلفات في تقبل الأمر. يجب أن نراعي الفروق الفردية في الإقناع. مثلا امرأة مؤمنة
نقول لها هذا امتحان من رب العالمين، هذا رفع درجات، هذا فيه ثواب كبير. نعم. امرأة غير مؤمنة نقول لها هذا أمر واقع علينا، إذا كنت تحبين الحياة، إذا كنت ترغبين في معيشة جيدة، أن تتقبلي هذا الموضوع وتتعايشي معه. وهناك الكثير من السيدات الذين شفوا من هذا المرض، وهناك الكثير الذين عاشوا حياة جيدة بعد حصول هذا المرض. قصص الناجيات من سرطان الثدي فعلا كثيرة وملهمة. تمام. وملهمة. تمام. للكثير. طيب نعد أو ننتقل لفكرة المناعة النفسية، يعني قد ايه مهم الدعم النفسي في رفع جهاز المناعة وفي حتى مقاومة هذا المرض والبدء بعلاج أسرع. تماما. الحقيقة العلاج ليس دواء فحسب، ليس جرعات كيميائية فحسب، ليس مضادات حيوية فحسب. العلاج جزء منه دوائي وجزء منه، والجزء الكبير جزء نفسي. لأنه إذا كان هناك نفسية محبطة، إذا كان هناك اكتئاب، إذا هناك يأس شديد، هذا الوضع النفسي لا يسمح للأدوية أن تفعل فعلها. تماما. ولذلك نرى فروق كبيرة جدا بين الراضي والمتقبل ومدى فائدته من الأدوية، وبين الرافضة واليائسة ومدى عدم فائدتها للدواء. يعني موضوع طبي مش بس موضوع كلام أو دعم نفسي، فعلا في بالجسم جهاز مناعة نفسية، خلينا نحكي يعني بهذا التصور، إنه يعني بمقابل المناعة العادية أو المناعة الجسدية اللي بتكون بالجسد، وفعلا هم بيلتحموا مع بعض وبيساعدوا بالعلاج. هذا الشيء طبي وأثبتته. تماما. يعني لو نحن فتشنا عن الآليات الشفاء اللي بيحدثها الدواء، الدواء ليس هو كيمياء تسقط على جرثوم فتميته، لا. دواء هو مساعد، هو حافز للجسم على إفراز المضادات الحيوية، ومساعد له وليس نيابة عنه. يعني الدواء لا يمكن أن ينوب عن الجسم في القضاء على المرض. لا. إذن الجسم وقيادة هذا الجسم، يعني النفسية والعقلية التي تقود هذا الجسم، هي المسؤولة عن الشفاء وليس الدواء. هي نقطة مهمة، لأنه كتير أشخاص بينكروا هالموضوع، بيحكي إن هين بأخذ الدواء يلا وحالته النفسية يعني. في ناس كتير متأخرة. أخذوا دواء وكانت النهاية الموت، وفي ناس كتير ما أخذوا دواء وكان عندهم إيمان شديد وكانت حالتهم أصلا مو متقدمة، وجسم تحفز وقضى على هذا. طبعا احنا نحكي انه يمشوا بالخطين متوازيين. اكيد الخطين متوازيين. طب خلينا نحكي عن دور العائلة هون، يعني نبدأ بالأم، بالأب، بالأصدقاء، بالزوج مثلا في لما يتلقى هالخبر عن زوجته، كيف ممكن يكونوا داعمين لإلها؟ الحقيقة دور العائلة دور مهم جدا جدا في دعم المريضة السرطان، وخاصة سرطان الثدي، لأنها تقضي الفترة الأكبر معهم. يعني مثلا المريضة تقضي مع الدكتور ساعة أو ساعتين يوميا أو كل كم يوم، بينما هي طول الوقت مع الزوج، مع الأبناء، مع الأب، مع الأسرة. هل لما تجيك مثلا مريضة داخلة بحالة اكتئاب، خلينا نحكي، تطلب زوجها يكون معها، ولا يكفي أن يكون فيه هي داعمة لنفسها؟ أو بلاش زوجها، حتى لو ممكن مثلا مو متزوجة، مثلا تطلب حدا من أكثر الأشخاص المقربين. طبعا طبعا الإنسان يعني هو إنسان اجتماعي بطبعه، وشيء طبيعي أنه يكون هناك بيئة حوله، بيئة داعمة. وإذا كان وحيدا فهو في معركة، وحيد ليس له نصير، وبالتالي هو يكون ضعيف. مهما كان قوي لوحده لن يكون قويا مثل أنه يكون معه جماعة. لذلك دور الأهل مهم جدا من اللحظة الأولى اللي يكتشف فيها المرض وحتى ما قبل. يعني تحدثنا سابقا عن دعم الأسرة للمرأة بالأحوال العادية، فما بالك بهذه الأحوال الخاصة. يعني ابتداء ممارجة الطبيب وإجراء الفحوصات، يجب أن يبدأ الدعم للمريضة، ويشتد هذا الدعم عند إخبارها. نعم. بالحقيقة هناك طبعا آراء مختلفة حول إخبار المريض بالحقيقة. هل نخبرها نفسيا؟ شو يفضل؟ تمام. هلأ هو الحالة المثلى أن يعلم المريض ما عنده، لا نخفي عليه، شفافية. وأن يكون هو صاحب القرار في الإجراءات، لأن هناك إجراءات. من أشد الأشياء على المريض إيلاما
أن نأخذ عنه القرار. هو كان صاحب قرار، هو كان سيد، والآن أنت صف على جنب، نحن أولادك، نحن أولادك، بدنا نأخذ عنك القرار، نسوي عملية أو نسوي كيمياء. هون يشعر في أنه أصبح لا شيء، وهذه نقطة قاتلة جدا. طيب خلينا الدكتور هيك يعني لخص الموضوع بأنه أنا فعلا كيف أتعامل مع المرأة المصابة بسرطان الثدي؟ يعني هل ما نخلي الموضوع ململم؟ هل يعتبر هذا الشيء مثلا خصوصية شخصية؟ البعض بيقول لك لا أنا ما يعني ما بدي أحكي لحدا، ما بدي حدا يعرف بمرضي، أنا هيك مرتاح. البعض بيحكي لا أنا بدي ناس يدعموني، بدي ناس يدعولي، بدي ناس حوالي، فأنا يعني بينشر الخبر وبيحكي. طبعا الأسرة الضيقة يجب أن تخبر بهذا الموضوع. الأسرة الكبيرة أو المجتمع مو شرط يخبر بهذا الموضوع، هذه حرية شخصية. من الناس من يتكتم على هذا الموضوع تكتم شديد، ومنهم من يعتبره أمر عادي. يعني هنا فلسفة المريض في هذا الموضوع. هناك نساء تعتبر أن هذا مرض مثل كل الأمراض، هو شائع جدا بين النساء، وأنا مثل كل النساء المصابات ستشفى إن شاء الله، وإن شاء الله سأشفى من هذا الموضوع. وهذا يعني هذه حالة مثالية جدا وموجودة الحقيقة، وهناك يعني أمثلة كثيرة على هذا الموضوع. وهناك من يتكتم على الموضوع حتى لأقرب المقربين، وهنا هو يحمل سر، والسر متعب وثقيل. لذلك أنا أرى أن تكون الحياة في الأسرة عادية، أن تمارس الأسرة أعمالا يومية بشكل عادي، أن يتيحوا الفرصة للمصابة بسرطان أن تعيش حياتها أيضا بشكل عادي. نقطة جدا مهمة. يعني هناك من اللي بتشتغل مثلا بعد فترة من العلاج، لا تروح بعد فترة من العلاج، حتى مثلا العلاج يوم يومين، باقي الأسبوع هي تمارس أعمالها بشكل عادي. هذا شيء أفضل بكتير من أنه هي تكتئب وتنعزل عن العالم، لأنه غالبا المريضة تميل إلى العزلة والاختفاء عن المجتمع. يعني لما بتحضر حفلات صحيح، ما بتحضر مناسبات اجتماعية، وهذا شيء سيء. إذن نحن يجب أن نكون داعمين للمرأة، يجب أن نكون صبورين في تحمل مزاجيتها وأخلاقها الصعبة اللي بتكون، وخاصة مرحلة الغضب والإنكار وإلى آخره. بس ما نوصل لدرجة الشفقة، يمكن هذا الموضوع تمام بيزعج ولذلك المريض، ولذلك اهتمامنا فيها يجب أن لا يتحول إلى شفقة، وتشعر أنها هي على الهامش وأنها هي إنسان ضعيف. وأيضا أن لا نهول الموضوع، يعني لا نستهتر بالموضوع وسط، ولا نهو ولا نزيد الاهتمام كمان، ولا نزيد الاهتمام لدرجة انه لا تاكلي نحن ناكل عنك، لا تشتغلي نحن نشتغل عنك، لا خلي الموضوع طبيعي، خلي الموضوع طبيعي، نشعرها انه له اهميه. يعني نشوف مثلا شو الاشياء اللي هي بتحبها، نحن ننفذ هذه الاشياء. يعني مثلا الاولاد فيهم يخلقوا جو من المرح، من المتعه، من الرحلات، من النشاطات اللي بتحبها الام ويسووها بهذا الوقت. ممكن نهديها هدايا مثلا هي كانت تفرح فيها، ونجعل الحياة عادية جدا. الزوج هنا يعني بالضبط هو يعني العمود الفقري، خلينا العمود الفقري، وخاصة إذا تطور المرض إلى مرحلة استئصال الثدي. هنا يحدث تشوه بجمالية المرأة، يحدث خدش في أنوثتها، تعتقد أنها فقدت أنوثتها، فقدت كل الميزات التي يحبها الرجل، ولن يحبها بعد الآن، وسوف يحب أخرى وتزوج أخرى إلى آخره، من هذه الأفكار التي تغزو عقل المرأة. ولذلك على الرجل أن يطمئن زوجته بأن محبوبته، بأنه يريدها في كل وقت، بأن هذا الشيء البسيط الذي ذهب هو لا يشكل شيء بالنسبة له، هي قيمتها بجوهرها وبحياتها، وحتى لو فقدت أعضاء أخرى أيضا فهو معها إلى الأبد. هذا الشعور يجعلها مطمئنة، يجعلها لا تحسب حسابات لأنه ستكون وحيدة ومشنطة ومنبوزة، ويعني خارج إطار الأسرة. يعني هو يمكن تختلف ردات فعل الأزواج بهالموضوع. يمكن يعني سمعت كتير قصص، كان الزوج اللي بيترك زوجته بفضل الانفصال مثلا. بعض الأزواج بيكونوا بالعكس، يعني أول ما تحكي المرأة عن هاي التجربة بتقول زوجي هو الذي ساعدني في تخطي هالموضوع. ففعلا له دور كتير كبير بدعم النفسي لهالمريضة، يعني مساعدتها بأنها تتجاوز هالمحنة. هي محنة بالنهاية، وإن شاء الله حتمشي ويرجع كل الموضوع تمام التمام. طب نصيحة أخيرة للعائلة دكتور، شو بتحب تحكي؟
نصيحة للأصدقاء للأقارب. للأصدقاء والأقارب أولا، يعني سيعودون هذه المريضة، وهناك اتيكيت لعيادة مريضة سرطان الثدي، ينصح مثلا بأن لا يتكلموا كثيرا في ماذا تحسين، ماذا تشعرين، شو صار معك إلى آخره. بالتفاصيل. الحديث الكثير حول المشكلة نفسها يؤدي إلى تجذر المشكلة النفسية عندها وإلى المضايقة. يجب أن يبتعدوا قدر الإمكان من الحديث عن أزرار الحساسية التي تشكلت حديثا. يعني مثلا موضوع، شو أهمها؟ مثلا أهمها العضو المصاب. يعني والله فلاني ساوي شعر عند الكوافير وطلعوا كتير حلوين. نعم. ما هي شعراتها سقطوا بالكيمياوي مثلا. نحاول نتجنب هذه الأحاديث، نتجنب كل الأحاديث التي تشير أو تضغط على أزرار الحساسية الجديدة، سواء بفقدان الثدي أو بفقدان الشعر إلى آخره. أن لا يطيلوا المكوث عند المريضة، أن يهدوها هدايا حتى لو كان من باب الحب، لكن أكون يعني فعلا المريض طبعا هناك متعب. آداب لزيارة المريض وخاصة مريض السرطان، أن يطفوا جو من المرح ومن الفكاهة على الموضوع، أن لا يهولوا الموضوع كثيرا، علي عليك وشو صار بالدنيا وما صحيح. وأن لا يستهتروا أيضا بآلام المريضة. الموازنة جدا مهمة، وبتكون حساسة فعلا بهذه المرحلة، فالواحد بده يكون يعني حذر بكلماته، بانتقائه، بطريقة تعامله مع المريض، وبالنهاية يكون فعلا داعم من قلبه، لأنه كل شيء بيوصل للمريض. يعني الدعم مع الشفقة بيوصل، الدعم مع الحب والاحتواء تمام. كمان بيوصل تماما. نعم، شكرا دكتور عمر النمر على هالإضافات الرائعة. ونرجع بنحكي أنه الفحص المبكر هو دائما الحل، يعني الأسرع إن شاء الله للشفاء من هالمرض. ربنا يشافي جميع المصابات، وإن شاء الله هي مثل ما بيحكوا تجربة ومنحة، إن شاء الله بتعدي على السريع وبيرجع إن شاء الله كله تمام التمام.